بعجالة بغيت نرجع لواحد النقطة، تفضل الأخ الكريم بالتساؤل فيها، هو تقييم ديال الدورة. هي باش نقيموا الدورة، راه ركائز الدورة شنو هي؟ هي اللجان، ورا تكلمت عليها بشكل مختصر سي محمد، وأن اللجان اللي تقامت كلها تقامت في دورتين، المرة الأولى والمرة الثانية. المرة الأولى جاءوا أوراق من الإدارة فيها واحد مجموعة ديال الأخطاء ناقصة 100%. نعطيكم مثال، مثلا بالنسبة للجنة اللي فيها هي الجنة ديال التنمية والثقافة، شكون اللي تكلم في الأول؟ تكلموا نائبين ديال الرئيس، وتيقول لك بأننا حنا تنفضوا باش أننا نناقشوا في هذا الشيء اللي تعطانا، لأن هذا الشيء ناقص وهذا الشيء ما متفقينش عليه، وبالتالي تم تأجيل ديال الجنة إلى مرة ثانية. هذيك اللجنه فيها كان 4 ديال النقاط نازلين، من هذيك 4 ديال النقاط وسير قيس على ذلك بالنسبه لبقيه اللجان كلها، انه قبل من المعارضه من الناس ديال الاغلبيه تعرضوا ديك الشيء لتناقضه ولاختلالاته والى ما ذلك، وتنضطروا الى لقاء اخر حتى تيحضر في الاداره وتيحضر الرئيس باش انه يحاول يعني زعما يضغط على يعني على الاقل بالنسبه للاغلبيه ديالو. نتيجة ديال ذلك على مستوى الدورة هذه الأخيرة العادية، وهو أنه 4 ديال النقاط تم تأجيلها مرة أخرى لأنه ما زال الاختلاف فيها على مستوى الأغلبية قبل المعارضة. نفس الشيء بالنسبة للدورة الاستثنائية اللي كانت عندنا من قبل واللي كانوا فيها هي 4 ديال النقاط، راه اجتمعنا في اللقاء الأول وتم إرجاء منها 2 ديال النقاط الى يعني واحد يعني اليوم الموالي باش عاد كمل. فهذا تيبين بشكل كبير جدا على انه راه ما كاينش الاغلبيه، بالتالي هذاك التنسيق ما كاينش. وانا كفرد وكعضو في حزب العداله والتنميه في هذا الوطن الحبيب في هذه المملكه الشريفه، لان بغيت التنميه لهذا البلد ديالي، الا كان شي سر ديال النجاح، الا كانوا تيشوفوا انه بالفعل ديك الولايه ديالنا كانت ناجحه، انا من هذه المنابر ديالكم انا اعطي واحد السر، راه باش كنا تنجحوا كان السيد الرئيس ينجح في الدوره ديالو، كان هذا المقر اللي جالسين فيه الان كيتجمعوا المستشارين ديال المقاطعات وديال الجماعه كلهم قبيل الدوره مع العموم، باش اننا كان السيد الرئيس حنا تنسولوه باش ماشي حتى للدورة عاد نسولوه، وحنا يعني تنعرفوا تفاصيل الأشياء وكنخرجوا من هنايا فاهمين عارفين على السكة. كان لقاء ديال السيد الرئيس مع النواب ديالو بما فيهم بطبيعة الحال، مثلا نقول النواب راه اللي معنا في الحزب واللي ما معناش في الحزب، كنا معاه كذلك رؤساء المقاطعات، كان عمل دؤوب شاق وجاد قبل الدورة. ديك الشيء علاش الدورة كانت تتم بهذاك المستوى العالي من الانضباط ومن يعني الترتيب، كانت تعطي الأكل ديالها. كيف قال سي أحمد عدد قليل ديال النقاط ونستغرب فيه واحد العدد واحد الساعات طويلة، بينما حنا كنا تندوزو 37 40 41 42 نقطة وكندوزوها بسلاسة في واحد الوقت وجيز، وكان الكلام يعني المداخلات ونقاط ديال النظام كانت تطرح بكل ارحبيه، يعني سيد الرئيس كان كل واحد الا كتعطيه الاحترام ديالو باش انه تيعبر، لانه راه جزء من المكتب، راه جزء من يعني من المجلس، فبالتالي ما تيبقى حتى شي فرد ممثل للساكنه ديال فاس ما تعطاش حقه في الكلام، وهذا هو اللي سر في النجاح. فنتمنى على الاقل هذه تكون واحد يعني واحد الوصفه اللي تيمكننا بها نصلحوا، بالاضافه لذاك الشيء اللي قال السي احمد لوتو كوريكسيون، باش ان الانسان يعني ان شاء الله نتمنى انه نتمنى هذا املنا، لان مدينتنا هذا بلادنا، نتمنى ان شاء الله نسرعوا في الوتيره ديالنا ديال العمل بهذه النصائح هذه، وشكرا.